أنا في الحجر الصحي من حوالي أسبوعين أو أكتر، نظرا لما تمر به البشرية من وباء حصد أرواح الآلاف في العالم. عشان كده بنشدكم خليكم في البيت لصحتك ولصحة عيلتك وأحبابك، ابقوا في منازلكم للحد من انتشار فيروس كورونا، وربنا يحفظنا جميعا. من كورونا خليكم فتره الاسبوعين دي في البيت، هلاقي الله ما تطلع. يعني احنا عارفين ان الظروف وكعب العكين ان الكورونا دي لو جات ولا اتفشت في السودان والله اعقب من الكورونا، يعني اعقب منها ما في، اعقب من الفرس، اعقب من الجو. ارجوك رجاء خاص خليك في البيت فتره الاسبوعين دي، ورسالتي دي خاصه للسودانيين الموجودين في دوله ليبيا والليبيين ايضا، عليكم الله يا جماعه خليكم في الحوش فتره الاسبوعين دي تعدي واخر الكورونا دي نشوفها والدنيا ترجع ما زي هي ونستقبل رمضان وربنا يفتح بوشنا. من محافظة الحوت من المملكة العربية السعودية، حلكم ببيوتكم عسى نقضي على ما كورونا، عسى تكون قويين من أذن المملكة. بابا نطلع خارج البيت؟ لا لا. ليش؟ لأنه الوضع خطر، ما نطلع هالمرة. يعني نبقى بالبيت؟ إيه. أوكي نبقى بالبيت. باي باي. باي باي. هاي جايز كيفكم؟ أنا عم برجلي ومتسلى وما مر يزخني. علوش أنت أبو دروسك. هي دروس وخلص، متفقنا كل يوم بجلس. صح هيك، تبغى هيك الحجر الصحي شو عم بيجي.